انا كنقول لو كان عاود انا السحر ما كان ديروش يعني انا ما كان سحرش هذه يكونوا اكد عليها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم الشريف مقدم ياسين او ملقب بملزاج. كيف ما شفتوا معنا يعني اليوم يعني قدرنا نخدموا يعني ابطال السحر عن بعد او جلب الاسحار يعني عن بعد. كيف ما شفتوا معنا في لا فيديو يعني خدمت مع واحد سيدة يعني من برا، هي ما كاينش ما كتواجد هنا في المغرب، ورغم يعني البعد وهذا يعني خدمت معك خدم عبر الصور يعني عبر الصورة. كما خدمنا عبر الرصاص او ما يسمى بالخفيف او لا كل واحد كيفاش الاسم اللي كيعطي ليه هذا الرصاص. كيفاش كنخدم به انا؟ ماشي اي واحد يقدر يخدم بالرصاص، اي واحد عادي غينوض يدير الرصاص ويخدم به. طبعا كل واحد وسوقك ولكن كيتأدى منه. اوكي، النقطه الثانيه يعني كنخدم به على حسب البركه، انسان كل واحد البركه اللي معطي لك اللي غيخدم به ولكن ما يقضي والو عبره. حنا عندنا داكشي معطي لينا باش كنخدموا به، كنجاوبوا بالاسحار كيف ما شفتوا معنا وكيفاش كنبطلوا ليه وكيفاش الناس كيوليو يعني مزيان عليه واخا عن بعد. الرصاص او ما يسمى بالشعب ديال الشعبيه ديالتنا يعني الدون كيفاش كيتخدم يعني الطريقه، كل واحد والطريقه ديالته كتبقى طريقه خاصه. وبالنسبة يعني للأعشاب أو داكشي اللي كنستعمل فيه أو نوع من البخور، داكشي بزاف ديال الأعشاب منهم بزاف فيهم اللبان، فيهم بزاف ديال الحوايج اللي كنخدمو بهم. أفيك يعني كنخدم بحوايج يعني اللي هما بآيات قرآنية وبأدعية وبزاف ديال الأمور باش كنخدم على البركة ديال الله اللي عطاني الله سبحانه وتعالى، باش كنتبع لذاك المريض أو لذاك الإنسان اللي عنده سحر أو لا عنده شي حاجة بحال هكا. وماشي غير دون اللي كان عندي طرق أخرى يعني كنتبعهم، أنا عطيتكم واحد الطريقة ما بين الطرق اللي كنخدم بهم يعني في إبطال السحر وإبطال يعني لجميع هادشي ديال الروحانيات والى غير ذلك. يعني الطريق بالضبط يعني راه كنظن كل شيء الكل يعني عارف عن طريقه باينه، غير هي على حسب كتختلف بعض الاشياء مثل كيدوب على النار. ما طبعا قبل كنكون مصاوب انا يعني كنكون مصاوب، ماشي غير كنشري وكنديروا، لا يعني كنكون مصاوب بخصوصيات يعني ديالي. كان ندوب على النار، كنقوم بواحد الماء ماشي ماء عادي باش كنديروا في داك الاناء، اناء ما كيكونش اناء عادي، و يعني وكنخدم بهم وكندير داكشي مع الايات ديالي مع داكشي اللي كنخدم به مع الادعيه مع نوع من الاشياء اللي كنخدم بهم يعني باش كيبطلوا ليا والبركه ديالتي باش كنديرها باش ربك يسهل في داك العمل. والامر يعني الحمد لله شحال واحد يعني بعيد وشاد شافة باذن الله ولا لاباس في صحته، والحمد لله كل شيء راه مجرب وكل شيء على العين المجرده. الغاية ديال هاد اللون يعني ابطال السحر، ابطال العين، ابطال بزاف ديال الحوايج على حسب كل واحد كيفاش كيستخدمه، فهمتي؟ على حسب كل واحد وكيفاش كيستخدمه وصافي. وبالنسبة يعني قلتي واش حرام او لا حلال، اوكي انا يعني كنقول دون حلال. علاش؟ لان الرصاص اولا اول حاجة يعني ما كديرش حاجة خايبة، لانك تفك به واحد الانسان مضر واحد المرض كتفك بواحد الحاجه بحال مثال شربتي فنيده ديال الراس والى غير ذلك. وثانيا حرام في الشرع او لا حلال، الرسول صلى الله عليه وسلم انا واحد الحديث اني ما عرفوش بالضبط باش ما تاخذوش واحد الفكره اني ما عقلش بالضبط او نقدر شي حاجه او ما نهضرش معك واحد اللغه العربيه يعني كيفاش داك الحديث تنجز، مي نضرب بصفه عامه كانوا قال له قال يعني في واحد يعني في العهد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اعرضوا علي رقاتكم. يعني جاو ثلاثه ديال الرجال، قال لي يعني انت باش كترقي؟ قال لي انا ارقي بالنعل يعني بحشاكم البلغه. وجا عنده واحد قال له باش كترقي؟ قال لي انا ارقي بالرقيه
يعني كنقرا كلام الله. وجات الثالث قال له واش كترقي؟ انا كنرقي بالرصاص يعني هو بالخفيف او كل واحد شنو كيقول له. يعني هذا كاين في العهد ديال الرسول وعهد الانبياء وعهد وعاد الى غير ديك من الاحاديث بزاف اللي تكلموا عليه، وما كاينش شي حاجه اللي كتحرمه، يعني ماشي حاجه اللي هي حرام، يعني واحد الحاجه اللي هي بركه من عند الله. كيف ما كنستعملوا التوابل نخدموا، وكيف ما كنستعملوا ديك اللي كنخدموا بها واحد الحاجه، كيف ما كنستعملوا الدواء، كيف ما كنستعملوا الاعشاب، نفس الشكل نفس الشكل، غير هي الحاجه احنا سبحان الله الحاجه اللي ملموسه باينه، الحاجه اللي ملموسه كل واحد كيقول عليها. دور يعني ديال هاد الشموع او لا شمع بالالوان او لا يعني العلامات، دور الشمع هو احنا كما كنقولوا يعني ضو، ضو رجال الله، يعني بحال تقول الجواد يعني معتبرين داك العهد يعني القديم شويه، داكشي علاش يعني كيمشيو داكشي ديال التقاليد هكا الشموع داكشي ديال الطبوق على اين يعني الدور ديالهم بحال تقول تكبيره، بحال تقول داير واحد الشهاده يعني معلقها، داير شي حاجه ملموسه، واحد الطابع كاين عندك انك تخدم يعني ديال الجواد ديال رجال، يعني طبعا شي ما غيفهموش غير ناس الحال واللي عارفين بالحال. وكيقول لك واحد المثل اللي ما عرف بحال اللي ما عرف ما يعرف بحالك غير اللي بحالك، وكل لون كيرمز لواحد الملك من الملوك ديال الجان. مثال بحال اللون الاحمر يعني كيرمز للباشا حموق، اللون الاصفر كيرمز للالا ميرا او كيقول لالا اميره، اللون يعني الشيبي او اللون الازرق فعنده عده مثل البحراويين مثل السماويين مثل كاين ملكه مولات الشيبي كاين بزاف، مثل بحال العلامات كاين الابيض فيه يعني الشرفه فيه المويمه، الكحل ثاني فيه المويمه فيه الكحل ميمون، ثاني كاين الاخضر كيرمز للمولى عبد القادر كيرمز للمولى ابراهيم، عدد بزاف كاين داك اللي بالالوان يعني كنقولوا الملك حنا ديال البوهالي هو تسليم الله، يعني كاين عده اشياء. وهادو كيرم كيف ما كتشوفوا يعني كل علام مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله، او ان فتحنا لك فتحا مبينا، اسم الله من الفوق ومن التحت ورسول الله، يعني طبعا داك الشيء كربان اي حاجه مكتوب على اسم الله يعني متى غتكون مزيانه. كل ملك كيرمز له واحد اللون ديالو خاص يعني تقديرا له، وكيف ما تنقولوا واحد الطابع، فهمتي بغيت نوصل لك عندك واحد حل واحد محل يعني عندك واحد طابع شي حاجه ملموسه، فهمتي داكشي علاش هو يعني كيبقى في خصوص الحال مولي الحال يعني هما اللي يعرفوا هادشي اكثر واكثر، واخا نهضر كل واحد كيفاش غيجي كل واحد كيفاش كيبان له هادشي، ولكن اللي كنقول يعني كناكد ومؤكد عليه ان هادشي يعني شنو اللي خسر الوجهه ديال هادشي هو بعض المشعوذين وبعض النصابين اللي كيستغلوا هادشي وباسم انهم كيداويو وكيديروا الحل وكيعالجو، وما راهم يعني كيديروا شي مارسوا شي حاجه ديال السحر او غير ذلك اللي كياديو بها الناس. انا كنقولها وكنعاودها، انا السحر ما كنديروش يعني انا ما كنسحرش، هادي يكونوا اكد عليها الى يوم الدين باذن الله. يعني طبعا داكشي ما نقدرش، ولا درت يعني شي حاجه غادي نخرج على راسي هادي باش نعرفها، وما يمكنش نديرو ما غنديرش نهائيا باذن الله سبحانه وتعالى بقينا حيين. وهذا الشيء اللي كان يعني والملوك طبعا وما يعني كيكونوا عطيك واحد اللمسه يعني عطيك واحد الخادم طبعا انك تخدم يعني كيعاونوك اعانه، ولكن كل شيء يعني من عند الله، واخا حتى هما مسخرين من عند الله، ماشي نقول لك لا لا راه كاين الله قبل اي حاجه وقبل اي قبل كل شيء، ولكن حنا يعني كنخدموهم حتى هما يعني كيخدموا اصلا هما، واخا لزموا علينا هادشي باش الدواء ديال الناس الشفاء للناس، ماشي لزموا علينا هادشي نديروا شي حاجه خايبه. كيف ما شفتي يعني في الفيديو في هذا كيفاش في العمليه يعني كنخدم بالصوره ديال الانسان، يعني واخا كيكون بعيد او لا هذا هي كتكون شنو الفرق بين بعيد وقريب، السرعه بالوقت مساله وقت يعني هي اللي كتكون الفرق، اذا كان بنادم قريب كتكون واحد مساله الوقت شويه قريبه، الا كان بعيد كتطلب واحد مساله الوقت صافي، يعني هذا هو الفرق. كنخدم مع الناس يعني عن بعد الحمد لله، ومرحبا اللي بغى يعني يتواصل معايا عنده شي مشكله ولا شي حاجه بحال هذا الشكل، مرحبا راه عندي لاشين في اليوتيوب يعني باسم مقدم الشريف ياسين، او كتبوا غير ملزاج بالعربيه يطلع لهم، او لا ياخذوا ديك الساعه ويتواصل معايا ونشوفوا ديك الساعه شنو كاين باذن الله، وكنطلبوا الله الخير للجميع. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد.
وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.